مشاهدي قناة مرابطون إنما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد. يعني مطلع هذا الأسبوع تم الافتتاح الرسمي للمدارس في موريتانيا، يعني السنة الدراسية 2017، بمناسبة 2015-2016 كانت سنة للتعليم. هذا الافتتاح طبعا تخلله خطاب رسمي لوزير التهذيب، أيضا وزير التعليم العالي، وزيارات للولايات في الداخل وحتى في نواكشوط لاطمئنان على المؤسسات التعليمية ومدى جاهزيتها لاستقبال التلاميذ. كل هذا يحصل وفي هذه الأجواء طبعا بحضور المعلمين والنقابات، يعني كل من له صلة بالعملية التربوية، الأسرة التربوية عموما. سنبحث هذا الشأن ونحاول أن نفهم ماذا جرى خلال هذا الافتتاح مطلع هذا الأسبوع. ومعنا لنقاش هذا الموضوع سيدي محمد والعلي سيدي محمد والعلي والشيخ، وهو عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمعلمين. أهلا بك أستاذ سيدي محمد. مرحبا سيدي. أولا تحية كبيرة جدا. اسم محمد والعلي والشيخ. محمد والعلي والشيخ، يعطيك العافية. عضو المكتب التنفيذي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. أشكر قناة المرابطين على هذا اللقاء الذي طالما أتاحته لنا كنقابة وطنية للمعلمين وللتحدث عن شؤون المعلم. أولا ثانيا وجه تحية لكافة أفراد الأسرة المدرسية على هذا الافتتاح، وأرجو لها وأتمنى سنة دراسية مليئة بالعطاء والعافية والصحة لنا ولجميع الموريتانيين ولكافة المسلمين إن شاء الله. ما يتعلق بالافتتاح، كما أسلفت في المقدمة، نعم تم الافتتاح في الرابع من هذا الشهر، وألقى الوزير كلمته تلك التي جاء فيها الكثير، تعرض فيها الكثير من الإنجازات التي حققتها الوزارة حسب زعمي. لكننا نحن النقابة الوطنية للمعلمين الممثل الأكبر للنقابات بين النقابات نرى أن هذه الإنجازات، وإن كنا لا ننكر بعضها ونقر به ونزمنه، لكننا في الحقيقة لا نرى أن المشكلة هي ليست في الحقيقة كما يقال، ليست المشكلة في الجدران، المشكلة في ما وراء الجدران. تحدث الوزير على سبيل المثال، يعني أنت قلت زعم الوزير، يعني زعم كلمة قوية. يعني الوزير تحدث عن أشياء ربما موجودة السنة الماضية الفارطة، معروف أنها سنة تعليم، وتحدث عن مؤسسات بنيت، وتحدث عن شبكة للنجاح الدراسي في مناطق ذات الأولوية، تحدث عن توزيع 2,207,684 كتاب، تحدث عن 319,302 عدة مدرسية وزعت في عدة ولايات داخلية، تحدث عن افتتاح ثانويات للامتياز ومدارس أيضا نموذجية امتياز في نواكشوط وحتى خارج نواكشوط، تحدث عن تنظيم بعثات للتفتيش التربوي الإداري وأخرى طبعا الإشراف على الافتتاح المدرسي، تحدث عن تنظيم إحصاء مدرسي شامل لجمع طبعا معطيات ممكن الاعتماد عليها في التخطيط وتلك المسائل، إعداد قاعدة بيانات صلبة. يعني هذه الأشياء ولا لا يمكن أن تكون مجرد زعم. أولا كما قلت لك أننا لا نكر كل هذه الأشياء، لكن فيما يتعلق ببعضها كما يتعلق بالبنى التحتية، وما ذكرت لك المشكلة ليست في الجدران، ما رأى الجدران، ما يتعلق بالبنى التحتية مثلا، صحيح دول بنت بعض المدارس لكن ما زال ينقصها الكثير والكثير جدا، لأننا ما زلنا نعاني حتى اليوم من أكبر مشكلة، هي مشكلة الاكتظاظ. يوجد إذا دخل المعلم على قسم تكون من 70 تلميذ، حتى ولو كان هذا المعلم رسولا من الرسل سوف تتحطم جهوده على صخرة هذا الاكتظاظ، وبالتالي مهما كان المعلم ما كانت جودته لن يفلح في أن يخرج من هؤلاء التلاميذ شيئا. ما يتعلق بمدارس الامتياز، صحيح تحت هذه الدولة، لكننا نرى أن هذه المدارس ستخلق نوع من الطبقية بين التلاميذ. عندما تخلق الدولة، تجعل الدولة صورا على
كمية جيدة من التلاميذ وتقول للآخرين المتوسطين والضعفاء أنتم خارج هذا السور، ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أننا سنشهد بعد سنوات طبقية، هناك تلاميذ جيدين ومجتمع جيد ومجتمع تخلقنا الطبقية. كما عرفنا في برامج التعليم الماضية كان القسم يتكون من مجموعة من التلاميذ الجيدين والمتوسطين والضعفاء، وهذا القسم يتفاعل، ومن سنة الكون الاختلاف، هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى أن تختلف الناس بكل شيء، لا يمكن أن يزيد قسما بنفس المستوى، هذا القسم ينبغي أن يكون مختلفا، وبالتالي فإننا الامتياز هذه مع ما تراه الدولة وما راه البعض من الناس من أهميتها، لأننا نرى أننا ستخلق مشكلة في المستقبل، ولو أننا أن الدولة أخذت صفوة التلاميذ وصفوة المعلمين كما تزعم لكي طيب تخلق أزيدا من المتعلمين. نعم. لكن الوزير عندما أشار إلى أن هذه يعني بداية إنجازات أنجزت أشار في خطته الطموحة التي سيعمل عليها خلال هذه السنة إن شاء الله كما ذكر في خطابه إلى أن هذه ثانويات الامتياز ومدارس الامتياز وهذه المؤسسات التربوية النموذجية إنما هي لبنة لتحويل كل المدارس الموريتانية إلى نفس المستوى، تكون كل مدارس موريتانيا مدارس نموذجية مدارس مميزة، لكن البداية يعني خطوة الألف ميت تبدأ بخطوة كما يقولون، يعني يبدو هذا منطقا سيعملون على هذا. يعني نحن في النقابة الوطنية ندعو الوزير من هذا المنبر أن يختصر المسافة عليه، هو أن الاهتمام بالكادر البشري هذا أقصر طريقة لجعل التعليم تعليما جيدا، والأهداف التي تزعم الدولة أو تقول الدولة إذا كانت عبارة تزعم عبارة غالية تقول أن من أهداف الألفية أن يكون التعليم جيدا ومجانيا و يعني إذا تنسأنا خطة عشرية من 2011 إلى 2020 يعني على ما يقال على جهة رسمية تقول أنها خطة عشرية من 2011 إلى 2020 ستحقق تحسين نظام التربوية. نحن قادمون من سنة من التسعينات كانت تقال أنه سنة 2000 أن هذه سنة 2000 سيتحقق فيها الكثير. نحن الآن في 2016 التعليم لا يكفيه 10 سنوات ولا 20 سنة، يكفيه هذا، لابد من خطط طويلة الأمد، وبالتالي أن على الدولة أن تستثمر جهودها في طيب هذا ما يحصل. هم بدأوا بثانويات امتياز، أنا أعني في الكادر البشري، الكادر البشري لم يهم الوزير في خطابه هذا النقطة، قال بأن كل تلك الجهود المبذولة من أجل تحسين وضعية التعليم تنضاف لها جهود أخرى في اكتتاب المدرسين وتوزيع الطاولات وعقلنا تسيير الموارد البشرية، هذا ما سيمكن بحسب الوزير من تسجيل نمو ملحوظ في أعداد التلاميذ والمدرسين والمدارس أيضا وقاعات الدرس، وهذه جهود تنبت نباتا حسنا على حد تعبير الوزير يعني في تنشئة الأبناء، وطبعا ذكر بخير الشركاء في الحقيقة. نحن فيما يتعلق باكتتاب المعلمين الجدد وكذا هذا ليس هو المشكل، المشكل هو أن المعلمين الموجودين في الساحة، وكما تقول بعض الإحصاءات أن عدد المعلمين يفوق 14,000 على غير هذا الكمية الكثيرة من المعلمين، لو أن الدولة أولت لها أهمية وحسنت ظروف المعلم وجعلته في ظروف جيدة ولبت جميع المطالب التي يسعى المعلم إلى تحقيقها لما احتاجت الدولة إلى اكتتاب جديد، ولما احتاجت إلى الكثير من جعل التعليم امتياز هنا وغير امتياز هنا، على الدولة أن تختصر أو الوزارة أن تختصر المسافة وأن تتجه إلى المعلم، المعلم هو قطب الرحى. هم بنوا مدرستين بكل شيء، بنوا مدرستين لتكوين معلمين في أكجوجة وفي هيدي تنضافان إلى المدارس القديمة، مدرستين العتيقتين دعيون هذا يذكر، هذا يذكر فيشكر. نحن وزادوا فترة حتى التكوين 3 سنوات وربما يعودون عن هذا، يعني أسمع في دهاليز لكن هذه وهذا التكوين يقال بأن في برامج جديدة ويعملون على يعني بجد على الحضور ومعظم جد تكوين هذه 15,000 معلم أو 14,000 معلم في الميدان التي يقال بأن معظمها كما تقول أنت الآن قبل قليل ربما ليس في المستوى المطلوب وربما طرق الاكتتاب أصلا ليست، لكن من أجل أن نعوضها لابد أن نكون معلمين جدد، وهذا ما يعملون عليه، وأنت قلت لابد من استراتيجية طويلة المدى. عندما نذهب إلى عندما تبحث الوزارة عن لب المشكلة الحقيقي سوف ليست المشكلة
هي الاكتتاب كما قلت لك معلم سدد، عليها أن تذهب إلى أن تشخيص المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المعلم الموجود على الساحة. النقابة الوطنية للمعلمين منذ سنوات عديدة تسعى مع الوزارة وتسعى مع الوزارات المعنية إلى تلبية حقوق المعلم. هذه الحقوق ضربت بها الوزارة عرض الحائط، وزارة المعنية لم يلبى لأي معلم حق من الحقوق التي يطالبها، فكيف تقنعون الوزارة أنها ستكتتب أنها تحاول تحسين التعليم وهي تأتي إلى هذه إلى هذا التحسين من طريقة فوقية؟ طيب نحن نرى الكثيرون يرون أن الوزارة في هذا السياق معذورة. المعلمون بعضهم كان يعني تسيب كان موجود، كانوا يغيبون، كانت الرقابة ضعيفة، كانوا يذهبون حتى عن المدرسة ويذهبون لأعمالهم ولا يحضرون، مشاكل التغيب تعرفها، هذا إضافة إلى الوساطة التي تجعل المعلم والمعلم كلهم يبحثون عن نواكشوط ويعودون إلى هنا. يعني هي تتحدث عن بعثات تفتيشية لدى افتتاح، خصوصا افتتاح هذه السنة، لاطمئنان وزيادة من تطبيق مبدأ المكافأة والعقوبة من أجل بعد مبدئيا التعاون مع الوضعية الحالية، مبدئيا من أجل بعد الموجود من المعلمين عن تفرض عليها عن إرجاع الأقسام وقرر العاد مزارع عم تفقدش وهذه المشاكل كلها الوزارة تعمل عليها. الآن أنت تحاول أن تلقي باللائمة على الوزارة. نعم، كل هذه الأمراض التي تحدثت عنها سببها الوزارة نفسها، تسيب المعلمين من سببه هم الأشخاص المتنفذين في الوزارة برأيك. وفي الإدارة وفي نعم هذا السبب من طيب السبب. برأيك المعلم نعم عندما نقول معلم في أي مكان في العالم أو حتى في المريخ فإننا نتحدث عن شخص مميز، شخص له مواصفات ربما رجل خارق يعمل ولا ينتظر المقابل. صحيح، هذا لا يحصل هنا. المعلم هنا ينتظر أن يحصل على مقابل كي يعلم. لا المعلم هنا هو الجندي المجهول، يقاتل، يدرس، يكدح في القسم، يتعب، يتفانى، يفعل كل شيء. طيب لكنه ما لم ينعكس ذلك على التلاميذ، يعني نسيت النجاح وإلى آخره. نسيت أن قلت لك قبل قليل أن مشكل الاكتظاظ هذه واحدة من المشاكل التي يعاني منها المعلم، زيادة على الظروف المعيشية الدنيا المتردية لكثير من المعلمين، حتى أنه أن المعلم يدخل القسم ومشاكل المنزل عالقة في ذهنه. كيف يستطيع نوع من هذا مثال من هذا المعلمين يستطيع أن يرتاح في القسم وأن يقدم أو ينتج للتلاميذ، يبدع للتلاميذ؟ المعلم لا بد أن يكون في ظروف حسنة، أولا ما يتعلق بالراتب، ما يتعلق بالعلاوات، حتى يستطيع أن يأتي إلى القسم مرتاحا. طيب من هم المنزل هذا واحد. ثانيا أن يدخل على قسم النموذجي، القسم النموذجي يتجاوز على 30 شخصا. كيف تطلب مني أن تدخلين على قسم من 70 تلميذ وتطلب مني أن أعطيه مزيدة من التالي؟ نعم. هو من أجل أن يوزع التلاميذ لابد له من أن يكتب معلمين جدد، لأن العدد أصلا غير كافي، ولا بد أن يبني حجرات جديدة. يعني عملية ليست سهلة. لكن المعلم على ما أفهم، وأنا أقابل من يتكون الناس تكون معلمين في مادة في موادهم وفيما أثناء التكوين، وقالوا لهم بأن هناك ظروف على يمكن للمعلم كمكون جاهز معطر أن يتعامل مع هذه الظرفيات ويجد لها هو حلولا، كما يجد حلولا لابتكار أدوات لديه. لما لا تجدون أن تكون معلمون مهتمون لهذا في انتظار أن تحصل. هذا هو الذي يحدث. نحن عندما ننتقد الوزارة وعندما نطالب بحقوقنا هذا لا يعني أننا منهارون في القسم أو أننا مكبلو الأيدي، لأننا لا نستطيع الحيلة، ليست لنا حيلة. نحن في القسم كما لو رأيت الكثير من المعلمين في الأقسام لرأيت وكأنهم في أحسن ظروف. لماذا؟ لأنهم يحاولون التلاوة مع الظروف الموجودة حولهم، يدرسون بكل جدية وبكل اهتمام. لكن هذا لا يعني أننا راضون عن الحالة التي نحن فيها، لا، نحن لسنا راضين عنها ولن نسكت عن حقوقنا، لأننا نؤمن بالمبدأ أنه ما ضاع حق وراءه مطالب، حقوقنا واضحة. طيب وبينة والوزارة وقعت كثيرا. سنعود طبعا لا نريد أن نبعد كثيرا عن أجواء الافتتاح وما يوفر الكتاب المدرسي إلى آخره. سنعود إلى هذه النقطة لأننا هنا في هذه الحلقة، لكن سوف نذهب إلى فاصل قصير.
يعطيك العافية. إذن مشاهدينا الكرام معنا هنا محمد واللعلي والشيخ عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمعلمين. فاصل ثم نواصل. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. معنا محمد واللعلي والشيخ عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمعلمين، والحديث هو عن الافتتاح وأجواء والمشاكل التي تعترض المعلمين كل سنة. يعني فتحت المدرسة أبوابها رسميا، ما هي أهم المشاكل التي تواجه المعلم؟ الوزير تحدث عن توزيع كتب وإلى آخره، يعني ما أبرز المشاكل التي يواجه المعلم عند افتتاح السنة الدراسية؟ مشاكل كثيرة التي واجه المعلم، أبرزها يعني أبرز هذه المشاكل هو ما يتعلق بالجانب الميداني كما أسلفت، هو مشكل اكتظاظ، وهذا أي سبق وأن تحدثنا عنه. نعم. وأيضا الكتب التي تحدث الوزير عن توزيعها، تحدث السنة الفارطة عن توزيعها، ولكننا في الحقيقة لم نجد هذه الكتب السنة الماضية. لم تجدوها؟ لم نجد هذه الكتب السنة الماضية. لم تجدوها؟ لم نجد. وجدنا على سبيل المثال في مدرسة يتكون تلاميذ 300 تلميذ، وصلتهم تقريبا 100 كتاب، وليست هذه 100 كتاب في مادة واحدة. وهو يتحدث عن توزيع 207,684 نسخة من الكتب المدرسة. هذه الكتب للأسف لم تصلنا، ولو لم يصلنا منها هي وصلتنا مجموعة من الكتب في كل مادة. طيب كيف هذه السنة لا تتجاوز 100 كتاب؟ هذه السنة لم تصلنا حتى الآن. هل ذكروا أنها ستصل إليكم؟ ما سمعناه في خطاب الوزير، لكنها لم تصل حتى الآن. طيب مشكلة. نعم. الكتاب المدرسي مطروحة لازم. نعم. الافتضال مطروح بالنسبة. طيب افتتاح هذه السنة من مطروح أيضا، يعني أيضا من المشاكل المطروحة الميدانية هي مشكلة التكوينات التي غابت في السنوات الأخيرة، تكوين المعلمين، التكوينات التي كانت مستمرة. يعني هذا على حد علمي تحصل خصوصا في اللغة الفرنسية والعربية، يعني تقوية تحصل في مدارس تكوين المعلمين على ما أعتقد، يبتعث بعضهم كل سنة لم دعم معلومات. هذه التكوينات عن التكوينات بشكل عام التي كانت تقوم بها الوزارة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية، هذه غابت في السنوات الأخيرة. لا أعني هناك بعض التكوينات التي ربما تكون قليلة وليست جدوائية، عن التكوينات التي كانت تنظم على المستوى الوطني، هذه أيضا من الأشياء التي نفتقدها. تدعيم قدرات أيضا من المشاكل التي يعاني المعلم في المجال الميداني مشكلة الطبشور يعني. لا يعني سوف نتعرض لمشكلته المادية، لكن أنا أتحدث عن المشكلة المشاكل العملية. العملية الطبشور الذي نكتب يأتينا الآن ليست بصورة، لا يمكن إذا كتبت به على السبورة
التلاميذ العرب. هذه الاشكاليه يعني سمعتها حتى في سنوات الماضيه انها رديء موجوده تبصر رديء 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 جيدا ولا يحدث غبارا كثيفا وكتابته او خطه على السبوره. لهذا يعطوكم علاوه اسمها علاوه التبشير على ما اعتقد 60,000 كل 3 اشهر. هذه العلاوه اصلا اعطيت لخطر التبشير. لخطريه. نعم غبار التبشير. لكن جاء مع اضيف اليه خطر اخر وهو ان التلاميذ لم يعودوا يرون الكتابه على السبوره. طيب ماذا تفعلون انتم بهذا الصدد؟ في الحقيقه نشتري الطباشير من تجارية اشتريها من جيوبنا الوزارة نشتريها من جيوبنا. المعلم يشتري من جيبه. مدير المدرسة يعني لا يفعل شيء في هذا السياق. ليس معنيا به مدير المدرسة. مدير المدرسة لا يمكن أن يسيء المدرسة لا معني به. لا يسيء المدرسة هو ممثل الوزارة قد يرفع هذه المشكلة. لكن ليس عليه أن يأتينا بالطباشير. هل يرفع المديرون الشكاوى وماذا يتلقون؟ نحن المعلمين رفعنا هذه الشكاوى للمديرين والمفتشين المعنيين بنا. وكيف كان تعاطيهم؟ لا إذن هذه مشكلة مطروحة على حتى لا حول لهم ولا قوة في هذا الموضوع. إذن كيف افترض الوزير هذه السنة أن يحل هذه المشكلة؟ هذه المشكلة طيب مشكلة يعاني منها المعلم في القسم. طيب وهي مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة. مشكلة الطباشير. لأن هذا من الطباشير المقاول الذي يشتري للوزارة إما يخدعها يأتي يشتري طباشير عادية وإما هي شركة. لأن هذه مشكلة على الوزير أن يوضحها يعني. هذا المنبر أرجو أن هذه المشكلة ملحة عند الكثير من المعلمين وأنا من المعلمين الميدانيين في القسم وأعاني منها يوميا. مشكلة الطبشور مشكلة توزيع الكتب المدرسية لم تحصل على سنة هذه السنة إن شاء الله تجي والاكتظار. طيب ماذا أيضا يعترض طريقكم في التدريس؟ أيضا يعني أتحدث دائما عن الحجرة وعن التمييز وعن المؤسسة يعني. ايضا هذا اليوم الدراسي الذي اصبح مثلا الاسبوع الدراسي توزيع الحصص يعني الاسبوع الدراسي الذي اصبح اسبوعا من 6 ايام كان 5 ايام. هذه ايضا مشكله يعاني منها المعلم خاصه في نواكشوط. 6 ايام. 6 ايام هو اصلا التعليم ايامه 5 كانت موزعه. احنا فقنا عليها ايامه 6 يعني. 6 ولكن في هذه في موريتانيا تبدل الوضع واصبحت 5 والمعلم يعاني من هذه المشكله. يعاني من المعلم يعني التلميذ يعاني من الاباء. طيب ما يتعلق باليوم المدرسي هل هو بشكل جيد يعني الثامنه حتى الثانيه معقول هذا التوقيت ام ان التوزيع الاول من الثامنه حتى الثانيه 10 ومن الثالثه حتى الخامسه افضل؟ هذا التوزيع يختلف من منطقه الى منطقه. في نواكشوط يصعب تربويا وانتم مختصون يعني بايهم الافضل؟ يعني أفضل في المغشوط ما يعرف باليوم المتواصل من اليوم المتقطع هذا من الثامنة حتى لأن المدينة مترامية الأطراف حتى مقاطعات مرور في حتى نقل في حتى المقاطعات. لكن في الداخل الأفضل هي الطريقة الأولى يعني الثامنة حتى الثانية عشرة والثالثة حتى الخامسة يعني هذا أفضل حتى للتلميذ نفسه. نعم أفضل ولكن في العاصمة يصعب اليوم المدرسي ليست فيه مشكلة في بشكل عام يعني. نعم لأن طيب هذه إبراز المشاكل التي أذكرها. إذن هي مشكلة الاكتظاظ، نعم. مشكلة توزيع الكتب، توفير الكتب المدرسي، ومشكلة أيضاً تدعيم قدرات تكوين المعلمين. تكوين مستمر. التكوين المستمر. نعم. مشكلة الطبشور وطبعاً هي مشكلة يعني مستعجلة تعتبر. أيوه طبعاً. ثم توزيع الحصص. نعم. اللي هو الأسبوع خصوصاً الأسبوع. أيوه هذه ربما تكون أبرز مشاكلكم فيما يتعلق بالقيام بعملكم. ميدان. كمعلمين الميدان. نعم. طيب فهذه السنة افتتحت الآن. نعم. بالنسبة للمؤسسة يعني تربوي المدارس والكراسي ويعني كل شيء تمام. هذا يختلف من مدرسة إلى مدرسة. بعض المدارس عندها غير من الطاولات. بعض المدارس ليست عندها طاولات. ربما توزيع الطاولات أصلا كان فيه نوع من الاختلال. لا أعلم هذا. طيب افتتحت المدرسة الآن. نعم. فتحت المدرسة أبوابها. نعم. سنبدأ في الشمسية والقمرية. طيب يعني ما هي النواقص التي تعانون منها ملحة يجب على الوزير أن يعمل عليها الآن في بداية السنة؟ على الوزير أن يبادر إلى الاستجابة إلى مطالب المعلمين الملحة والتي على رأسها المشكلة المادية التي يعاني منها المعلم والتي تلخص بالأشياء التالية. الاستجابة إلى قانون الإسلاك الذي لطالما
طالبنا به وشرينا وراء تنفيذه ووقعنا التزامات موثقة مع الوزارات السابقة في شأنه، هذا أولا. وهنا أريد أن أشير يعني في حال لما يتعلق في حال الظروف، ظروف لم تسمح بأن تزاد الرواتب وإلى آخره، يعني الناحية المادية يعني بحالة لم تسمح بها الظروف، قبل ماذا نتوقع؟ هل سيضيع التلاميذ قبل أن نخرج عن دائما نتحدث عن ظروف المعلم لكن نادرا ما نتحدث عن ظروف التلميذ قبل أن نخرج عن هذا رغم الارتباط يعني. سأجيبك على السؤال قبل أن نخرج عن هذا السياق. هناك غلط شائع عند المعلمين اليوم أن الدولة استجابت وطبقت قانون الأسلاك. لا هذا ليس شيء يعني، وهذا الكل يعرف أن قانون الأسلاك لم يطبق. لا بما يتعلق به المعلم سيتخرج وهو في الفئة باء، لا ما يتعلق، وأصبحت 17 درجة بدل 11 درجة، ما يتعلق بالمقصود، ويعلم أن بكل سنتين كان يعني سيحصل على 600 فوقية، يعني ما يتعلق، يعني هذا معروف يعني ما أصبحت منتشرة. لا الوزارة تروج لهذا، لا الوزارة يمكن أن تروج لا فيما يتعلق بالمقصود، لأن القانون هي أخرجته وطبعته ووزعته. فيما يعني يتعلق بالقانون 0288 والذي يتعلق بتبسيط الأجور رواتب الموظفين، والذي جاء ليرفع المعلم من الموظف من الدرجة 11 إلى الدرجة 17، هذه تروج الوزارة والناس التي وراءها أن هذا هو القانون، أو الكثير من المعلمين ربما لا هذا القانون، ظن أنه قانون الأسلاك. الحقيقة هو ليس قانون الأسلاك. المعلم سيتخرج في الفئة باء وسيموت في الفئة باء. سوف أوضح هذه النقطة. أن بدلا كان رواتب المعلم مقسم على 11 درجة، أصبح مقسم هذه المرة 17 درجة. هذه هو الفرق، والفرق المادي عندما نفس المبلغ ليس هناك فرق. سأضربه مثلا بالمعلم، سأضربه مثلا بالمعلم. المعلم الذي يتقاعد كان يتقاعد عنده راتب 43,000 عند التقاعد، الراتب الأساسي، سيتقاعد اليوم عند درجة 17 وهو عنده راتب 47,000، معناه بزيادة 4,000 فوقية بعد 35 سنة من العمل. 4,000 فوقية. إذن على المعلمين ربما ساعتها بعد 35 سنة ربما يكون رغيف الخبز ب 4,000. على المعلمين أن لا يسوء فهم هذا على ما يبدو. إذن أنا أريد التوضيح فقط هذه النقطة، أنهم عليهم أن لا يسوء فهم هذا القانون، وأن يعرفوا أن الأسلاك التي نطالب بها نحن النقابة الوطنية لم يحقق منها شيء حتى الآن. طيب هذه نقطة تجاوزناها. إذا ظروف المعلم نحن دائما الحديث عنها ليست مشكلة، لأن في حال المعلم لم يحصل أو لم تستجب الدولة بسرعة لمتطلباته، أو هناك الدولة أيضا لديها عوائق، الميزانيات ليست مسألة سهلة، ما تبذله الدولة وما تصرفه أنتم لا تعرفون، حتى الآن الأمن وحده لا تعرف ما تصرف عليه الدولة. هل تعرفون ماذا تصرف عليه؟ ربما كل أموال موريتانيا تصرف على توفير الأمن وحفاظ حدود، أنتم ما تعرفون ماذا يجري في الكواليس. نعرفه. يجب أن تلتمس العذر وتضح الاعتبارات كثيرة. في حال لم تستطع الدولة الآن أن توفر وتحسن الظروف المادية للمعلم، ظروف التلميذ من هي ما يهم أباء التلاميذ ويهم الشعب ويهمكم أنتم أبناؤكم في المدارس والبلد بلدكم يعني بلدنا جميعا يعني. ماذا نتوقع ظروف التلميذ الآن؟ ما الذي تطلبه من أجل ما الذي يضمن للمواطن مستقبل ولده رغم كل المشاكل؟ وأنتم المعلمون برأيكم ماذا ستقدمون لأباء التلاميذ؟ ستقدمون لأبنائهم كي يطمئنوا على مستقبل أولادهم بعيدا عن الصراع ما بينكم وبين الوزارة المعلمة؟ أولا نحن المعلمين لا نخصى على التلاميذ، يعني قم للمعلم وفيه التبجيل أكاد المعلم أن يكون رسولا، ذلك المعلم. وكما قال الشاعر أبناء المدارس إن نفسي تؤمل فيكم، نحن تلاميذ أبنائنا وأباؤهم أباؤنا، نطاطئ لهم الرؤوس احتراما ونحبهم حبا تلاميذ. لا هم لا يريدون تقطيع رؤوسكم، هم يريدون تدريس ابنائي. نعم هذا مطلبهم الوحيد، انا اؤكد لك هذا. نحن لا ليست المشكله بيننا وبين التلاميذ، ولا بيننا وبين اباء التلاميذ. طيب انتم السنوات نحن نقدم ما نستطيع تقديمه للتلميذ، لكننا عندما نطالب بحقوقنا وتحسين ظروفنا هذا ايضا في مصلحه التلميذ. عندما يكون المعلم بظروف جيده وحسنه هذا في مصلحه التلميذ وفي مصلحه اباء التلاميذ. عندما يكون المعلم غير مشغل بأيها من الهموم الأخرى غير هذا التلميذ، هذا ينبغي أن يكون على الآباء أن يسعون أن يعينونا على هذا، وأن يشدوا أيديهم إلى أيدينا حتى يستطيع المعلم أن يقدم شيئا لهذا التلميذ لابناء أبنائهم وأبنائنا. طيب تبقى مشكلة الاكتظاظ وتوزيع وتوفير الكتاب المدرسي والتكوين المستمر والطبشور
والأسبوع كما تقول توزيع الحصص هي أهم المطالب لدى افتتاح السنة، يجب العمل عليها الآن بالإضافة إلى مطالبنا، يجب العمل عليها الآن حتى تستطيعوا أن تقدموا خدمة، هذا بالإضافة طبعا إلى مطالبكم عليها. مطالبنا التي لا نتناسل عنها وأيضا هذا الاختلال الواضح في الأجور عندما يكون مثلا طيب موظف بسيط في أي وزارة من الوزارات يتقاضى علاوة 300 ألف والمعلم يطالب بعلاوة 20 ألف أو 40 ألف، هذا واضح، معادلة واضحة، انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك، شكرا لسعاد صدرك، يعطيك العافية سيد محمد واللي علي والشيخ عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمعلمين، حياك الله، جزاكم الله خير، يعطيك العافية. إذن مشاهدي قناة مرابطون أينما كنتم، بهذا نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم ثم استمتعتم بعد ذلك، إلى أن نلتقي مجددا، السلام عليكم.